يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بالموؤودة في قوله سبحانه وإذا الموؤودة سئلت البنت فقط، أم يدخل في ذلك كل نفس قتلت بغير حق؟ لا لا، الموؤودة المراد بها البنت، كانوا يعيدونها بالجاهلية، هي المقصودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، واحد من الكتاب العصريين أنكر يقول أبد هذا ما له أصل، العرب ما كانت تأيد البنات ولا تدهنها وهي حية، وكأنه يكذب ما جاء في القرآن، لكن هذا بسبب جهله. نعم. يقول فضيلة الشيخ هو يزكي العرب، يزكي العرب ومعناه يكذب القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.